أصبحت المساحات المسقية من الحبوب تفرض نفسها خاصة بهذه المواسم الأخيرة، وهو ما أدى بالعديد من الفلاحين إلى اعتماد السقي لإنجاح الموسم الفلاحي وسط طلبات بمرافقة هذه الفئة. المساحة المسقية هذه راح تخرج 40 قنطار 30 قنطار في قنطار، بصح لو كانت تزيد وتواسي وتسقي مليح وتواسي تخرج لك شهر 50 قنطار تزيد في الانتاج تزيد في الاستثمار. الفلاحه المسقيه هذه راهي تتكلف لنا المازوت، راهي تاكل لنا مازوت فوق قطار، تاكل لنا 8 ملايين 7 ملايين حوالي فوق قطار، وحنا الكهرباء راها فوق، راها البوست قريب لنا يعاونونا، رانا هذه اللي نطلبوها، نجدوا بها السيد الرئيس ونجدوا بها سياده الوالي كون يسيبوا يدعمونا شويه في الحسيان بان حفر حسيان وخلاص، خاطرنا القاص عندنا هنا دونك تزي ساعه وتقعد ساعتين وانت باه تعمر الباسين. الجهات المسؤوله عن القطاع الفلاحي توصي باتباع اخر التقنيات في السقي الفلاحي وتوسيع المساحه لاكثر من 10,000 هكتار. عندنا حوالي 10,000 هكتار اللي مسقيه، هذه المساحه المسقيه تقريبا المردود المتوسط تاعها هو 30 قنطار في القطار، فبالتالي انا راح نوسعوا العمليه تاع منح الرخص للابار الفلاحيه مع التزام الفلاح بمساحه معينه اللي يسقيها لنا ويلتزم بالبرنامج هذا، بالتالي العمليه تاع توسيع المساحات المسقيه راهي تمشي ان شاء الله بربي بوتيره مقبوله. السنوات الأخيرة من الجفاف أصبحت تفرض على الفلاحين ضرورة الاتجاه إلى عمليات السقي التكميلي وعدم الاعتماد الكلي على الفلاحة المطرية مستقبلاً.